معايا عبر الهاتف الآن الدكتورة أماني البحيري والدة البطل المصري العظيم محمد السيد. يا فندم مشرفة ومنورة وألف مليون مبروك. الله يخليك، مبروك لمصر كلها، ألف مبروك. والله خير مربيتي يعني، وحاجة النهاردة فرحتنا، كنت لسه بقول إنه النهاردة حسينا إن هو واحد مننا، واحد أخونا صاحبنا، فأكيد أنت فرحتك النهاردة أكيد مختلفة يا فندم. الله يخلي حضرتك، فرحتي كبيرة قوي قوي، وخاصة إن محمد فرقت معاه على برضو ميدالية في أولمبيات الشباب قبل كده، برضو على لمسة، لمسة الذهبية دي، فالواحد كان إيده على قلبه بصراحة يعني. في لحظات النهاردة واحنا بنتفرج على المباراة، لحظات في منتهى الصعوبة، والحكم كل شوية يبص على الـ على الـ على اللقطة ويرجع تاني، وحاطين ايدينا على قلبنا يا رب ما تتحسب ضدنا، يا رب تتحسب لمحمد لاخر لحظة. قولي لي، احكي لي مشاعرك في اللحظات دي. قلبي كان هيقف، وخاصة اللمسة الأولى دي بتاعت محمد دي لمسة صحيحة ما فيهاش أي حاجة خالص. بس يعني احنا متعودين على كده، بيحصل كتير في البطولات، فلازم اللعيب يبقى عنده ثبات انفعالي ويرجع لتركيزه بسرعة، وخاصة انه التايم اللي كان باقي 4 ثواني، فيعني ده طبعا عايز حد يكون عنده ثبات زي ما بقول لحضرتك. محمد اللحظات الأخيرة قبل السفر لباريس كنت بتتكلمي معاه تقولي له ايه؟ قالك ايه؟ كان بيفكر ازاي؟ هو طبعا لما كان محمد صغير كنا دايما نحط تارجت كده لنفسنا ونعلقه في الأوضة، وهو بقى كان يحلم ويبقى مرتب الخطوات اللي هتأدي للتارجت ده. لما كبر بقى ما يعني هو بدأ ينظم نفسه ويرتب أموره ومع الدكاترة بتوعه ومع المسؤولين بتوعه، فهو يعني أقصى حاجة أنا بقى بعملها إن أنا الأكل المظبوط، المواعيد المظبوطة، ترتيب الدنيا بس كده حواليه، إن أنا أطمنه، إن أنا بدعي له. ده بقى لما كبر بقى ده الدور اللي بعمله دلوقتي، لكن ما عدتش بقى بتدخل في الحاجات في الناحية الفنية دي خالص. بعد ما خسر مباراة نصف النهائي وبدأ ينافس على الثالث والرابع، هل حصل بينك وبينه تواصل؟ لا بصراحة بعد الماتش ده ما حصلش. أنا عارفة إن هو أكيد كان متأثر كامل، لأنه هو قابل بوريل مرتين قبل كده، قابله في طوكيو ومحمد كسبه في دور 32 قبل كده، وقابله في آخر جراند بري محمد لعبها ومحمد جاب ميداليه وبرده محمد كسبه. ف يعني في لحظه كان باين ان هو عنده اصابه في ايديه، هل الاصابه دي كانت قديمه ولا الاصابه كانت وليده المباراه دي؟ لا هو اتصاب فعلا وهو في المعسكر الاخير اللي كان في ايطاليا، ايديه اتخبطت جامد، ويعني هو طبعا اشتغل عليها، ومحمد من النوع المتحامل جدا، بيتحامل على نفسه جدا، ونفسه من زمان يفرح مصر كلها. يعني هو النهارده كان بيلعب او لعب هذه البطوله وهو مش كامل يعني مش الاصابه اللي هي طبعا ان احنا بنضحي باللعيب، بس يعني اصابه اللي هي يعني مش كامل الجاهزيه. بالظبط مش كامل الجاهزيه. ايه حكايه بقى احتفال كريستيانو رونالدو دي؟ عشان انا قريت النهارده ان الصحافه البرتغال كمان بتتكلم عنها يعني. هو ده لعيبه المفضل، حتى هو في طوكيو لما كسب برضه وصل لدور الثمانية احتفل نفس الاحتفالية، ويعني منصات كتير غطت الموضوع ده انه محمد السيد بيعمل جامب بتاع رونالدو ده. بالظبط يعني بالظبط هو بيحبه جدا، وهو برضه يعني ايديال بالنسبة له. دكتورة أماني أنا بهنيكي وألف مليون مبروك، أنت فرحانة وكلنا فرحانين النهاردة، وعقبال بقية البعثة يا شاء رب الله. يا شاء الله. رب ربنا يبر كل البعثة بإذن الله يا رب يخليك. دكتورة أماني البحيري والدة البطل المصري محمد السيد صاحب برونزية اليوم في سلاح المبارزة، يعني أكيد هي هتبقى أكتر واحدة في الكون سعيدة النهاردة، بس إحنا كلنا مبسوطين كلنا فرحانين الحمد لله. طيب